عايز اطلع الشقه اجيب كرشاه واخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو ومهما كان بينك وبينها. اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بت ناشفه، لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كبداكي، هعصرها وهسنفرها وهخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد ياه، لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كبداكي الفيلم ده مش هياكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى، ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش. انت هتعمل فيها منى الشاذلي؟ اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا امل حسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سكه، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سكه، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه ده، انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون، معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور، سبوع بس تغني في كباريه دي كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدهانه ده اللي زي ده يخش عليه ثلاث عيل جدعان كده اهو، يقلعوه مالت ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دك يا ولاد، مين ده اللي هيقلعه مالت عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز، بلاش نلجأ للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج؟ ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيل، هتقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي بسرعه، ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ وبابي بيقول انها عيانه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا، نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي بقى؟ ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه مناوم لابو نجوان، هيشربوا هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود، دي بنتي هايتي، انت تجنني. ميرسي بابي. لبستوا يا اولاد؟ شيلي ايدي من على وشي. شيلي يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات. يا ام كامين. خديهم بقى. لا 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 لا، انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله، انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد، فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجيلي. والله عندك حق، ده انا برضو النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى؟ دي. وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلو قوي، ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متاكده؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبت لي ايه؟ طب
سندوتشات يا ولا. ما تحكش بس لامك اتوصى بيها، وحط بقى طحينه كتير، حط طحينه كتير. لف لف السندوتشات في الورق علشان خاطر الكياس دلوقتي بقت زي الذهب، غليت قوي 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 قوي. وخلي بالك حط الواد كبدك تحت باطك، لان الواد ده هو هينفعك ان شاء الله. وعلى راي المثل سجد المنجد يديك لحاب زياده يا ولا. كل نصايحك وصلت ياما. بقول لك ايه، ادي 2 كبده ماشي، واتنين سجق ماشي. يلا ما تكل على الله. شكرين يا حبيبي. تكلنا على الله؟ امال احنا تكلنا على مين يا حبيبي؟ اسم الله عليك. يلا ما خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تخانيش مع حد. حاضر يا اخويا. ما تعمليش مشاكل مع حد. عيني. صباح الجمال يا احلى شاعر في مصر. الهنا. بقول لك يا استاذ، كلمه بيني وبينك كده، انا زعلان مع البنت بتاعتي، ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات. زعلان انا يا سوق؟ لسه كاتب كلمتين من حظك ومن نصيبك. اديني يا استاذ. يا حلال والله. خش. خليكي دايما بصه وراكي. هو ده. شوف. اقول لك حاجه استاذ، كمل يا استاذ. اهو كله هيجي على قفاكي. قفاكي كده هتبعد يا استاذ. قفاكي ايه يا استاذ؟ يا عم كمل. عشان انت كسرت قلبي، كسرت اللي ما بيننا، ورسونت العيش والكنتاكي. كنتاكي؟ طب بقول لك يا استاذ، ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي. عايز مستهلك انت صح؟ انا بقى عايز المستهلك بتاع تامر حسني وحماي العيال بتوع الدباديب دول. يا عم دي اسهل حاجه. خد اديني. احنا بتوع بعض انا وانت. اقول لك عن هو ده الشغل يا نجم. هو ده قريتك ازاي؟ اديني يا نجم. ما نشغل بعض انا وانت. الله. اقول لك حاجه، والمصعب استاذ ومتلحنه كمان. اديني. انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ استنى بقى استاذ. تطم تطم. ايوه انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ خش يا استاذ بقى على طول. حني بيا ابوس ايديكي كده. البنت هتهرب. يلا يا استاذ. احنا بتوع بعض انا وانت. ايوه هو ده. ما لناش غير بعض انا وانت. الله. احنا بتوع بعض انا وانت. الله. ما لناش غير بعض انا. الله. انا كايسون وانت ليلى. الله. كايسون هو عنتر وانت عبله. اي عبله. كايسون وانت ليلى. عنتر وانت عبله. والنبي تديني الكوبلة. الله. حتى ولو اخويا. حتى ولو اخويا. الله. يا استاذ هقول لك حاجه يا استاذ، والمصعب 10 10. بقول لك يا استاذ تعبك حق الكبده يا استاذ. بونسوار. بونسوار. سي فو بلي مسيو، جي انفي دو فوندر سيت باك. كيس كيا بوليس. I want you to come as soon as possible. I have a lady, she's a crook. She wants to sell me a fake diamond ring as an original one. I'm holding her. Thank you. What? This ring is fake? تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا؟ بس العيب مش عليكي، انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه، انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرتي نفسك حرمه. ما تيجي يوم ما تشوفي الحريم عاملين ازاي. بص لنفسك، بص لنفسك يا كوريا. تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن. انا عملت لك كل حاجه يا كوريا. قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم، جبتك في اليمين. قلت لي عاوزه خطوبه تخطبني. قلت لي ابعد عن نوال، بعتها عني واديتها بالجزمه عليا بايدك كله. ياما ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش. طريق صحراوي يا كوريا، ده آخر الخط بتاعي معاك. أنا نازل هنا يا أمي. سلام.